مشاهدينا الكرام يقرأ أوراق هذا الكلاسيكو الأصفر من خلال التقرير التالي، نتابع. هي ليلة من تلك الليالي التي لن تنسى، بالتأكيد فهي مواجهة تاريخية متجددة. الاتحاد عميد جدة يستضيف العالم النصر القادم من العاصمة. جوهرة الملاعب هو المكان، هو مساء الأحد في 7:55. على أرض الملعب هناك مباراة، وفي المدرج ستكون هناك حكاية أخرى، فمباراة بحجم هذا الكلاسيكو هي مباراة لا تلعب داخل الملعب فقط. الضيف النصر قادم إلى جدة ولا يبحث إلا عن الفوز فقط، فوز يضعه في قائمة الترتيب ويبقيه في المنافسة وبقوة. توقف استفاد منه النصر بترتيب أوراقه من جديد، ويبحث عن مواصلة سلسلة الانتصارات التي كان آخرها أمام الرائد في الجولة الماضية، ونقاط 3 توصله إلى النقطة 21 إذا ما حققها. المستضيف الاتحاد لن يقبل ولن يسمح للنصر بأن يخطف نقاط المباراة بسهولة، فهو أيضا يبحث عن نقاط 3 يحافظ بها على الصدارة ويصل بها إلى نقطته 22، ويكون وحيدا محلقا بصدارة الترتيب من أمام غريم قوي وصعب. فوز سيعطي الاتحاد دفعة معنوية كبيرة، ويواصل فيه انتصاراته التي كانت آخرها أمام الباطن في الجولة الماضية. في ليلة الأحد، موعد مع المتعة في ليلة العملاقين.